فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. تسليم على الكتاب رواه المصنف بسنده. قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن صالح حديث سلسلة مشهورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. نعم شيخ السلام عليكم. قوله لا قال معنى هذا الحديث لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام إنما معناها الكراهية لأنه لا يكون تعظيما لهم وإنما أمر المسلمون بتذليلهم وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه لأن فيه تعظيما لهم. وهذه النهي هنا في مسألة الابتداء لكن في الرد وجب الرد إذا سلم وجب الرد لقول الله تعالى وضحيتم بتحية فردوا بأحسن منها أو فحيوا بأحسن إذا حييتم بتحية أمرهم الشرع أن يردوا أحسن منها أو بمثلها. ما فيش 10 دقايق ولا خلاص بقى ما فيش وقت خالص إذا كان دور دلوقتي يجي بعد الظهر هو يجي بعد الظهر ياخدني من هناك شهر. السلام عليكم. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها كما جاء الشرع بذلك واختلف فيه العلماء فبعضهم قال في قوله لا تبدأوا أهل الكتاب المقصود بذلك عدم كرامتهم وعدم التمكين لهم لأن الله قال لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولأن ابتداء السلام فيه احترام وتعظيم وفيه تقوية لأواصر المحبة والله جل في علاه قال فيهم حتى يعطوا الجدة عياد وهم صاغرون بل قال إن السلام لا تبدأون بالسلام قال وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه وهذا أيضا على الاستحباب ليس على الوجوب أي أضيق الطريق لأنهم كفروا بالله ووصفوه بالنقص لذلك ألزموهم جنبات الطريق وجمهور العلماء على أنه ابتداءهم بالسلام على الكراهة وأيضا عدم التضييق عليهم على الكراهة وقد قال العلماء النهي أصالة للتحريم فيحرم ابتداء أهل الكتاب بالسلام وهذا الأرجح يبقى النهي على أصله يحرم أن يبتدؤهم بالسلام وقد قال بعض العلماء أنه يجوز ابتداؤهم كضرورة أناس وقد قال بعض العلماء إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون ومن قال بالتحريم قال لو سلم على مجموعة فيهم المسلمين والنصارى يقصد بهم المسلمين فيهم المسلمون والنصارى فقال يعني السلام يكون المقصد فيه على المسلمين ولو سلم على أحد من أهل الكتاب ابتداء وعلم بذلك يقول له أرجع عن ذلك رد علي سلامي يعني يقولون تحقيقا للمعنى وهو تحقير المكانة لأنه ليس له مكانة حتى يبتدأ به السلام ولأن بدأ السلام فيه تعظيم والتعظيم ليس لهؤلاء وقوله في الباب عن يعني ابن عمر وأنس وأبي بصر الغفاري حديث ابن عمر أخرجه الترمذي حديث أنس أخرجه الشيخان إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وأما حديث أبي بصر هو في أجزاء حدثية وعن علي وقال حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليكم وهذه فيها أنهم كانوا يعني يقولون السلام إما الدعاء بالموت أو الاستهزاء وقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا عليكم فقامت عائشة قالت وعليكم السلام والموت يا إخوة القردة والخنازير فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش البذيء قالوا قولا وقلنا قولا يعني احتاط لنفسك فإنهم يقولون
السلام عليكم، ما يقولون السلام عليكم. إذا مجمل الكلام في هذا الباب على أقوال بأنه لا تبدأهم الحكمة بذلك حتى لا يعظموا. الحمد لله الحمد لله، حتى لا يعظمون في هذا الباب، وتعظيمهم لا يصح لا يجوز. فحتى قال الله تعالى حتى يعطوا الجيزة عياد وهم صاغرون، فتعظيمهم مخالف للشرع. وبعض ما قال جائز السلام ولكنه على الكراهة، وهذا وجه عند الشافعية، والصحيح الحرمة، لأن الأصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة. وإن سلم على مسلمين وفيهم من النصارى يقصد بذلك المسلمين، حتى قال بعضهم إن سلم على نصراني وهو لا يعلم فله أن يقول له رد علي سلامي، رد علي سلامي، حتى لا يكون قد خالف الشرع. وأيضا من السنة إذا ابتدأوكم بالسلام عندما ترد فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فقال علماؤنا بل يرد ويقال عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 لما لا أذن لا أذن، ما هذا؟ ما أدري، الناس يلبس عليهم بأيسر ما يكون لي، ما أعرف. لا ما أذن ما أذن، وهذا استئذان أصلا ليس فيه شيء من التعقل حتى أو الفهم. لا ما يجوز، ما أذن. إذن في قوله أيضا إذا سلموا عليكم أن تقولوا، وتعرف أنه من أهل الكتاب، تقول له وعليك، لأن النبي قال أن أغلبهم يقول السلام عليكم. قال باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. رواه مسلم بسند عن جابر بن عن جرير بن عبد الله الضب جرير بن عبد الحميد الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم الوقت القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، يعني بنصف الدية، بنصف العقل، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهم. أنا صراحة متضايق، وحتى أصلا الاستئذان نفسه يعني تلبيس، ما أدري ما الذي يحدث، حتى للأسف الآن مش قبله الآن، يعني حتى للأسف نفسه مش قبله، الاعتذار نفسه مش قبله، والأسف مش قبله، ولا آذن. لما كانت السرية على خثعم اعتصم الناس بالسجود، فلو وجدوهم ساجدين علموا أنهم من أهل الدين. فناس من المسلمين من الساكنين مع خثعم من أهل الكفر سجدوا ليعلم أنهم من المسلمين فلا يقتلوهم. نعم، فأمر لهم بنصف العقل، يعني نصف الدية. قال لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم مع أهل الكفر، ويحسبون من أهل الكفر حتى تحدث القرينة لتثبت أنه يعني من أهل الإسلام. ولما قال أنا بريء، البراءة هنا ليست البراءة من كلية الإنسان، البراءة من فعله. والمقام بين المشركين على خلاف الجمهور على التحريم، والشافعية قالوا المسألة واقفة على تمكين الدين، إن مكن دينه فله، يعني إن مكن دينه فله المكوس إن كان في منافع تدر عليه، ولم يمكن دينه فلا يجوز له الجلوس بين أظهر المشركين. قال لا تراءى نارهما، وتراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضا، أي لا يكون في قرب بينهما، حتى لو أشعل أحدهم نارا يراها الآخر، ما يجوز له ذلك بحال من الأحوال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. لا تساكنوهم ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. قوله في الباب عن سامرة أخرجه أبو داود، من جامع المشركين وسكن معهم فهو مثله، من كان سنده فيه كلام. وحديث جرير أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة، رجال إسناده ثقات، لكن صح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي إرساله، وأيضا الدارقطني في العلل صحح إرساله. انتقل المصنف إلى باب آخر، وباب إخراج يهود ونصارى من جزيرة العرب، نقف عنده. الفوائد المستنبطة: حرمة المكوث بين أهل الكفر لأنه يعمهم العذاب، سواء العذاب الدنيوي أو العذاب الأخروي. حرمة ابتداء أهل الكتاب بالسلام، والمعنى الأصح حرمة تعظيم أهل الكتاب، حرمة تعظيم أهل الكتاب، لأنهم يصفون الله بالنقص فكيف يعظمون؟ إذا كانوا هم كفار لا ما يبتدؤون بالسلام، لكن إن كان فيهم مسلمون يسلم ويقصد به المسلمين. الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي خلينا تصرفه إلى الاستحباب.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.